زي ما خدنا في الدرس المحاضره الاولى الاتصال قلنا هي عباره عن استقلال نفسي، استقلال في القرار، استقلال في السكن، استقلال مادي، قدره تحمل المسؤوليه، وقدره التعامل مع الاختلافات. تعالوا دلوقتي قبل ما نحط اساسيات للتعامل مع الاهل والحموان وازاي نكسب قلب الحموان، عايز احط معاكم شويه مبادئ اساسيه جدا، والمبادئ دي لو حطيتها في ذهني بطريقه سليمه اضمن ان هتبقى علاقتي باهلي وحمواي سليمه، وعلاقتي بشريك حياتي كويسه من غير ما اهلي او حمواي ياثروا سلب عليا. اول حاجه، والحاجات دي من دلوقتي تعملوها يعني. ده لا، دي من اساسيات بنحطها للعلاقه بين الحماوه، اساسيات لكم خطيبين يعني. اول حاجه نفهم الاختلافات الطبيعيه بين اهلنا. يعني احنا دلوقتي كخطيبين بنحاول نفهم بعض، بنقعد شهر واثنين وثلاثه وسنه وسنه وشهرين وسنه ونص لحد ما نتجوز، واحنا بنحاول نفهم بعض لان احنا ببساطه مختلفين عن بعض، وكل واحد جاي من بيئه مختلفه عن الثاني، وكل واحد جاي من بيت مختلف عن الثاني. طب واهلنا؟ طب مش هنقول اهلنا برضه مختلفين عن بعض؟ انا دوري كخطيب وخطيبه اقرب وجهات النظر بين اهلي وبين اهل خطيبتي. ما بقاش هما في، يعني احنا مثلا قعدنا في الاتفاق، احنا هم عايزين انا خطيبتي نعمل مثلا خشب عموله، انا عايز اجيب جاهز مثلا. احنا كخطيبين نحاول نقرب وجهات النظر بين الاهل والاهل، لان كلاش الاهل صعب، خلوا بالكم من خلال اللي احنا بنشوفه. في علاقات كتير جدا بتبقى الخطيبين كويسين جدا وبيحبوا بعض جدا ومنسجمين جدا والعلاقه زي الفل جدا، وبتبوظ بسبب الاهل، وبتبوظ بسبب ان ما قدرناش نقرب وجهات النظر بينهم، وبعض الاحيان بتوصل يسيبوا بعض على الرغم الاثنين متناسبين والاثنين كويسين والاثنين عايزين بعض والاثنين بينهم ارضيه حلوه جدا. عشان كده دوركم مهم جدا تقربوا بين اهلكم، يعني بدل ما اهل كل واحد مع اهله يسخنهم على اهل شريك حياته، لا، انط في الدنيا شويه، ابقى فاهم ان فكر اهلي مختلف عن فكر اهل شريكة حياتي او خطيبتي، ونفس الفكره دي نقطه مهمه جدا تعملوها من دلوقتي علشان تضمنوا انتوا. بصوا، تحطوا حاجه قدام عينيكم مهمه جدا، انتوا اخترتوا بعض ومقتنعين ببعض ومبسوطين مع بعض وحابين تكملوا مع بعض، تحاربوا من اجل تكملوا مع بعض. ما تخلوش شيء يوقفكم، ما تخلوش مشاكل الاهل توقفكم، ما تخلوش اختلافات الاهل وفكرهم الخاص بيهم كاهل، هم دايما بيبقوا شايفين الصوره من بره، هم بيبقوا شايفين مهتمين بالعفش منين والشقه شكلها ايه والشقه مساحتها كام ومش عارفه نعمل ايه فين ونعمل ريسبشن بكام، كل الكلام ده. لكن انتوا يهمكم تبقوا ايه؟ مع بعض. عشان كده دوركم كخطيبين تقربوا وجهات النظر بين اهلكم، ده لصالحكم. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه المهمه جدا، فترة الخطوبة لا تخلو من مشاحنات. حماك شادد عليك شوية، حماتك مغلس عليك حبتين، حماك يعني مضايقك في الخروج والدخول والشقة ما خلصتش وانت وعدتنا وانت عملت وهتجيبش عفش بشيل فلاني، لا انت خلفت وعدك، لا انت قلت هتجيب اوضة نوم ب 20,000 جبتها ب 15. بنشوف كل ده، بحكي لكم على حاجات حقيقية بنشوفها. اوكي؟ مهما كانت المشكلات معاك او معاكي، ما تحطش في ذهنك انك بعد ما تتجوز هتقطع علاقه شريك حياتك من اهلك. كان معايا خطيب، دي كلها من كورسات ارض جولف، انا بحكي لكم من خبرات، احنا عملنا 15 دوره مخطوبين، كل دوره تقريبا فيها 200 فرد ب 100 اسره و 100 خطيب وخطيبه. دي تجاربهم معانا. فكان خطيب قال لي بصي حماية طلع عيني فتره الخطوبه، كان يجي له قرب يعني. واخد قرار بعد ما اتجوز حماية بيوريني، يبقى وريني شطارته لو شفته راب رجليه بجده. داخل الجواز حاطط في ذهنه ان ما يخليش مراته تروح تزور اهلها. ينفع؟ ما ينفعش. مهما كانت المشكلات، مهما كانت الاختلافات، مهما كانت الكلاشات، لان لا تحيا شجره بعد اطلاعها من جذورها. الاهل جذور الانسان اللي ادوله الحياه واللي ادوله الحب واللي ادوله الاهتمام واللي ادوله الحنان واللي ادوله كل شيء اللي وصل بيه دي الوقت ده اللي انت بيت خطيبه وبيتي خطيبه. فما ينفعش اجي اقطعه من جذوره. على فكره بعض الاحيان الزوجه او الزوج يوافق شريك حياته يقطع علاقته باهله عشان يرضيه، بس بيبقى جواه مراره جدا. قوم تتخيلوا
بس نعم اشكرك جدا يا مايكل انه ملوش خير في اهله ملوش خير في اي حد تاني. يعني لو حد كان معايا في حالات مشهوره البنت كان اهلها صعبين جدا. تخيلوا انه عاملين معكوسه هنا البنت هي اللي كانت قالت بصوا انا بس اطلع من بيت اهلي بس يعني اليوم اللي اتجوز فيه ويبقوا مش هعبرهم مش هشوفهم. ده البنت اللي بتقول كده بيقول لجوزها بعد كده قال لي بعد اول اسبوع جواز ممكن اروح عند ماما وحشتني. فاهمين الفكره؟ ان دي جذورها تقدرش هي تتقطع حتى لو هي متضايقه منهم حتى لو هي كانوا شداد معاها حتى لو 100 اي حاجه لكن هي ده جذور الانسان. فلو سمحت ولو سمحتي مفيش حد يدخل الجواز وحاطط في ذهنه يقطع شريك حياته من اهله اطلاقا. لان كل ما الواحد يكون متواصل مع اهله والحب موجود والاهتمام موجود والتواصل موجود ثق وثقي ان ده هينعكس عليك وعلى اسرتك. يعني من منبع الحب اللي بتاخده من الاهل ينعكس على الزوج. ما شفناش حاله ان الزوج كان قاطع علاقته مع اهله وجاف معاهم جدا مش بيديهم حب وحنان بيدي الحب والحنان لاسرته. مش ممكن. ما ينفعش. الانسان اللي بيبقى جواه مشاعر حب وحنان لاهله بينعكس على اسرته الصغيره. وده بيخلينا لما بنقول لشباب اختاروا بنقول لكل واحد فيهم شوف كل واحد بيعامل اهله ازاي. شوف بيعملهم بحب واحترام ومسؤوليه ولا مكبر دماغه ولا بيهمه. لان الصوره اللي هتشوفها دلوقتي الصوره اللي هتشوفها دلوقتي هتتم فيما بعد. كانت مره خطيبه بتقول لي بصراحه خطيب بيحبني جدا جدا يا دكتور. قلت لها ايه دليلي؟ قالت لي بصراحه ده مره هزق مامته تهزيق عشان خاطري ما اقولكيش. قلت لها ابشرك هيجي لك اليوم اللي يمسح بكرامتك الارض. لان الشخص اللي هزق مامته علشانك هيهزقك عشان حاجه ثانيه. طبعا مفيش كلام. عشان كده الشخص اللي بيحترم اهله ويحبهم ويديهم حقوقهم ومسؤوليات ناحيتهم طبيعي يبقى مسؤول نحو اسرته الصغيره. الحاجه الثالثه احنا بنقول العلاقة الطيبة بين الأهل والأهل بتنعكس على الخطيبين دلوقتي وعلى الحياة الزوجية بعد كده. خليكم شاطرين. حاولوا تقربوا العلاقات بين أهلكم. يعني مفيش داعي أبدا لقطع العلاقات، يعني كان مرة خطيب بيقول لي أنا شفت حماية 3 مرات. مرة يوم رحت اتقدمت لبنته ومرة تاني يوم اتفقنا يعني والمرة التالتة في الخطوبة وهشوفه المرة الرابعة في الجواز. قلت له طيب ثواني ثواني قد ايه خاطب؟ قال لي ايه حوالي 7 شهور. قلت له طب حلو قوي. يعني انت لو تخرج مع خطيبتك ما بتطلعش فوق تقعد شويه؟ قال لي لا بديها مش ديكول. قال لها انا تحت تنزل لي نتفسح ارجعها تطلع تديني مش ديكول انا وسط الشقه. قلت له طب هي موافقه على الوضع ده؟ قال لي اه عادي في خلل في خلل. اشكرك يا هاني في خلل لا محاله. خلل من الطرفين الحقيقه ان هي موافقه البنت على كده وان هو بيفكر كده. عشان كده كل ما تقربوا المسافات انتوا رايحين مثلا رحله خدوا قلب باباك ومامتك وباباك ومامتك. كل ما تعملوا علاقه طيبه بين الاربع رؤوس اللي فوق كل ما دول يفكروا لكم ازاي يسعدوك. لكن لما يكون البابا والماما بعدينهم عن البابا والماما بتاع شريكه حياتك تبص تلاقي مامتك تقول ايه؟ اه ما انت طول الوقت قاعد هناك ما انت نسيتنا. فجواها مشاعر ايه؟ مشحونه ضد حماتك. ولو خطيبتك مهتمه بمامتك وكلمتها في التليفون مثلا سالت عليها اه طبعا ما لها احبابه وناس اصحابه ما خلاص ماما اتركنت على الرف. ده اللي بنلاقيه وده اللي بتسمع. بتبص تلاقي في مشاعر تأنيب وفي مشاعر كل واحد حاسس الداني ها التاني اخده. اتفضل. بس يا دكتور احيانا بيكون الفصل احسن لان بيبقى في طرف مثلا من الطرفين هو شخصيته كده بتاع مشاكل بيحب ينتقد اللي قدامه على طول مش الناحيه الثانيه مش قابلين كده ساعتها بيبقى الفصل احسن. هو ده حتى الفصل بالنسبه يعني في فرق ان اختلاط زياده عن اللزوم اللي بتحكي عليه اوكي في الحاله دي مفيش داعي لاختلاط زياده. لكن الفصل الكامل مش صح لان كل طرف بيبقى مشغول من ناحيته وبيضغط على الطرف بتاعه. يعني انت تلاقي نفسك في الدخله والطالعه وباباك ومامتك بيقلبوك على خطيبك
وهو في الطالع ودخل يلاقي باباه ومامته بيعتبوه على خطيبته وبيهاجموه، بتبص العلاقه بين الخطيبين مش مستقره، لان هو حاسس ان بابا وماما متضايقين منها وهي حاسه ان باباها ومامتها متضايقين منه. وتبص تلاقي دخلنا علاقه الجواز اصلا الاثنين مش طايقين بعض. بس هو المفروض ان الاهل في المرحله دي يبقى هم مؤهلين نفسيا ان ابنهم ابتدى ينفصل عن نفسه، لان مرحله الخطوبه دي المفروض يعني شيء اسمه مارينا، المفروض شيء والواقع اللي بيحصل شيء تاني. المفروض كل الكلام بيقوله ده اوكي ده لازم يحصل، لكن الواقع اللي بيحصل مش بيحصل كده. هي في النهايه ام وحاسه ابنها خلاص هيخطب، هو مبقاش معانا، وانت مامتك نفس الحكايه، فبيبقى الواقع بيقول ان الاهل بيضغطوا على الطرف اللي بيخصهم جدا، بينعكس على علاقه كل واحد مع شريك حياته. وبعدين ده دور الخطيبين، ان كل واحد بيحاول يقرب اهله من الثاني. ما النقطه الاولى دي اختلافات طبيعيه بين الاهلين، لما كل واحد يبتدي يقرب المسافه بين اهله وبين اهل شريك حياته. يعني مثلا لقيت اهلك متضايقين وبينتقدوا اهل الخطيب، فتقول ليه يا ماما كده، ده حتى ناس طيبين، ده حتى البنت بتعمل عمليه ايه؟ تحديقها. ما تجيش تقول لها ايه؟ اه عندك حق بصراحه، ده حماتي دي مش نازله من زوم. فتبص تلاقي بدل ما هي عندها متضايقه منها كده تبقى متضايقه دي كده. عشان كده بنقول نحرص ان احنا نبقى في تبادل زيارات، ناخدهم مع بعض رحله، نعزمهم مره كده كلنا جروب مع بعض، ده كل من قرب المسافات بين الاهل والاهل كل ما انعكس علينا كخطيبين. فده بابا قال لي كلمه، مثال صغير، قال لي في واحده كان خطيبها بيقول لها قبل ما اخطبها خالص، قال لها انا مامتي صعبه جدا، انت مش هتتحمليها لدرجه ان انا مش متحمله. قالت الجمله دي بالظبط، فقالت له مالكش دعوه انا هتصرف، خليك إيه انت ليك علاقتي بيني وبينك ومالكش دعوه باي حاجه، انا هتعامل معاك انا هتصرف. الام دي بقت هي اللي بتدافع عن الخطيبه ضد ابنها. عارفه اللي انت بتحكيه ده بالظبط، اشكرك جدا جدا بالظبط. انا كان معايا حاله مشهوره تيبيكال اللي بتقولها بالظبط. كان معايا خطيبه قالت لي حماتي بصي يعني عارفين مالو منيب بالظبط كده، يعني بالظبط كده. قالت لي انا، قالت لي اعمل ايه؟ احنا كانت قالتها يعني تاخد استشارتنا كمشوره يعني. قلت لها اعملي اهم نقطه اكسبي حبها، يعني حاولي تكسبي حبها وتكسبي تكسبيها في صفك بمعنى صح، اللي هي ترد على النقطه الجايه اللي احنا بنقول عليها كملها لكم. يعني ان الاهل بيبقى خايفين ان جاي الطرف ده بياخد يعني ابنه منه، يعني جايه دي تاخد ابني، هي دي اللي هتاخد ابني بالظبط كده. فهي دي فتبقى جواها مشاعر سلبيه جدا، تبتدي بقى كل شويه ما ربي يا خايبه للغيبه انا كبرت، ربي يا خايبه للغيبه انا كبرت وعلمت وسهرت وعملت وسويت، وهي جت على جاهز، الراجل على جاهز اهو، ده مجتمعنا كده بيتقال كده والام بتقول كده. بالمناسبه مهما كان درجه علمها، يعني ملهاش علاقه ان هي متعلمه او لا، من كلتشر ثقافه عيلها او لا، ملهاش علاقه. الام في النهايه ايه؟ ام بتبقى خايفه من النقطه دي. فانا قلت للبنت دي ردا على كلام المثل اللي بتقولي بالظبط، قلت لها اعملي صداقه مع حماتي اللي بيها تقول لها مسج البيت، انا مش جايه اخد ابنك، انا جايه انضم لاسرتك. بدل ما انت عندك بنت وولد اصبح معاكي ولد وبنتين. المهم البنت نفذت اللي انا قلت لها بالظبط، اصبحت حماتها تدافع عنها بالظبط. قالت لي لو خطيبي بس يعني كده، قالت لي تقول في بقى وتزعل وازاي تزعلها. فبقى الولد يقول لها ايه؟ هي ماما هي لبنتك ولا انا لابنك في ايه؟ يعني ايه هو الايه اتقلبت ولا ايه؟ ايوه هي كسب الصداقه. علشان كسب الصداقه ده يعمل النقطه دي بيدي مشاعر حلوه جدا ومشاعر حب، الى جانب بيشيل خوف الاهل ان دي جايه تاخد ابني من حضني، ان دخلت معايا اسرتي. في نقطه ثانيه معلش انا هقولها، برضه بابا برضه بيقعد معايا عشان تديني نصايح. حلو قوي، بابا حكيم واضح عليه، جميله. بابا بيقول لي مشاكل بينك وبين خطيبك او جوزك او ايا كان احنا مش عايزين نعرفها، ما تخرجش من باب اوضه النوم. الصيغه دي انت كنت معانا في المحاضره ولا كنت نايمه ولا ايه؟ لا كنت موجوده بس انا قلت لحضرتك. ايوه طبعا ده بكلام المحاضره يقولوا ده اللي احنا قلناه، مشاكل البيت جوه البيت الاثنين، ما تخرجش حتى للسهر او طرف محايد او طرف محايد لو ما عرفتوش تحلوها. ما تخرجش للصاله، ما تخرجش من المطبخ. ممكن نخرجك عن الصاله مش مشكله. لو شقه اوضه وصاله ممكن نخرجك عن الصاله مش مشكله.
النقطه الخامسه، المبدا الخامس اللي حطه الحب. اعملوا على تنميه الحب بينكم وبين حمواتكم وبينكم وبين اهلكم باي شكل. في دراسه قالت لنا الاتي، ان السلوك بيغير المشاعر. السلوك بيغير المشاعر يعني ايه؟ عارفين الحكايه اللي كنا كنا بنحكيها دايما، الدرجه دي اللي نقول ايه، كانت واحده بتكره حماتها جدا فراحت لوحده تقول انا عايزه اموت حماتي، فاداها محلول قال لها حطي لها كل يوم بس غيري ها معاملتك معاها، او غيري سلوكك معاها، او تعاملي معاها انك انت بتحبيها فعلا كانك بتحبيها فعلا. ايه اللي حصل بعد فتره؟ راحت البنت دي تعيط اللي اداها المحلول ده وقالت الحقني انا مش عايزه حماتي تموت مش عارف ايه. قال لها ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا بعد ما بقيت اعملها كويس هي بقت تعملني كويس جدا وبتحبني جدا وانا كمان ها حبيتها. البنت لما ابتدت هي تعملها كويس وتعملها بمشاعر الحب وكانها بتحبها فعلا، ايه اللي حصل؟ ان فعلا مشاعرها اتغيرت ناحيتها بقت تحبها. فدي نقول مثلا حماتي بصراحه مش حاسه ان انا بلعها قوي، حمايه ده بصراحه يعني ده سبحان الله باخد بنت وفوق منه يعني مشاعر ناحيته مش قد كده. تعامل وتعامل مع حماتي وحماتك 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 كانك بتحبهم، مشاعرك هتتغير الحب فعلا. بصوا لما توصل مشاعر الحب دي للحموان او للاهل بتغير كل حاجه، بيعملوا سبورت نفسي ليكوا غير عادي. ليه؟ لان حاسس ده فعلا ابني وده بنتي، ده مبقاش خطيب بنتي وما بقتش خطيبه ابني، ده بقى ابني وبنتي. النقطه اللي بعد كده الاساس اللي احط المساواه في المعامله بين الاسرتين. انا بجيب هديه عيد الام، اجيب هديه عيد الام للاثنين، والحقيقه ده كمان بعد الجواز مش من دلوقتي بس، يعني في الخطوبه وبعد الجواز. بزور بابا وماما مره في الاسبوع، يبقى لازم ازور حماي وحماتي مره في الاسبوع. بروح اعيد عليهم ليله العيد، يبقى لازم يوم العيد اعيد على الطرف الاخر، والعيد اللي بعده نعمل العكس. ده لو كان ناسب الاسرتين طبعا. بخرج دول مره نتفسح مع بعض، يبقى لازم اخرج الاخرين مره في نفس الفكره. ليه؟ الطرف الاهله بيهمل، بعض الاحيان واحد بيبقى عايش شبه عايش بصوره مستديمه مع اهله. ويهتم باهله ويزور اهله واهل الطرف الاخر مهملين ايا كان سواء الزوج او الزوج. الطرف اللي اهله مهمل بيحس مع الوقت انه متضايق جدا. الله يعني انا اهلي بقى يعني ليه هاملهم شريك حياتي كده؟ يعني طول الوقت عن باباه ومامته وباباي ومامتي لا، يبتدي مشاعر سلبيه بتنمو في شريك الحياه تجاه شريك حياته. عشان ابعد عن دي يبقى لازم اساوي في المعامله من دلوقتي في الخطوبه او بعد الجواز كمان. كل مع اسرته يعني ايه؟ يعني خطيبين او بعد كده زوجين وحصل كلاش، اقول مثلا انا مثل معلش هان وجانيت اللي توفيش حافظاهم يعني هان وجانيت، جانيت ماما غلطت في هاني لاي سبب، انت اللي تواجه ماما ولا هاني اللي واجه ماما؟ ايه رايك؟ هي اللي تواجه ماما. هي اللي تواجه ماما. ها ليه؟ ليه يا مريم؟ ممكن هو لو واجه مامتها يحصل الكلاش الدنيا دي اكتر، لكن هي عارفه اسلوب مامتها وعارفه اقولها معنى صح اقولها ما تتدخليش. ده انا هي يعني انت يعني انت تؤيدي يا دينا برضه ان هي اللي تكلم مامتها. ده رايي كمان نفس الراي بتاع مارينا. هي عارفه خطيبها وعارفه اه يعني انت يا مريم موافقه ان هي جنات اللي تكلم مامتها لان هي عارفه طبيعه خطيبها وطبيعه مامتها تقدر تعمل وساطه جيده. ها ده رايي كمان. ها ما يبقاش في الواقع اصلا لان ما ينفعش عاتب ماما على اسمك ايه؟ ها؟ ليليان بتقول يستحسن مابقاش في مواجهه اصلا علشان لو حصل مواجهه ممكن ماما تزعل مش كده؟ طب افتراضا ماما لقيت انت ما واجهش لا هو ولا انت فاشتغلت عليه، كل ما تشوفه تلبه. عليها بقى الماما غلطت فيه. ماشي ما هي ماما غلطت فيه. ايوه ازاي انا احاول اوصل الدنيا بينهم من بعض، احاول يعني انت تتدخلي ولا تسيب خطيبك يتدخل؟ بس انا بس هو ده الفكره. اشكرك. اتدخل عشان تاخد سنين.
ايه رايك؟ وانا شايفه ان ده حسب قوه احتمال هاني. هل سكت لما انا اتقهر مع ماما ولا رابط وما استحملش؟ اه تقصد ان ممكن هو يرد في نفس اللحظه؟ اه. طب لو هي هحاول اعمل ما بين الاثنين. طيب هي لو ماما عصبيه في بعض الاحيان لو حصل كده كتير بتبقى الخطيبه الحقيقه بين نارين، يعني بيحصل ان هي شايفه ده مشعل ودي مشعلله. انا شايفه برضه لازم خطايب وخطيبين ما تجيش مثلا، يعني هي ما تجيش على هاني عشان مامتها وما تجيش على مامتها عشان يعني انت وصلت ان هي تتكلم بس تبقى حكيمه في الوساطه. اشكرك ده زي مامتك. لا لا اه نفس الكلام اللي قالها. المواجهه لازم تتاجل في رايي. المواجهه تبقى تتاجل شويه. تتاجل شويه الموقف مش في نفس اللحظه. هي عدت وجهها تحرجها جدا. اه وفي نفس الوقت هو لو عاتبها يعني انت هنا عايز تقول امتى تتواجه ولا تسيب جاريت تواجه؟ هي تتواجه بس هي تتواجه بس مش في نفس اللحظه. اه وبعدين تتجوز. ده انا اتفضل بيقولوا مثلا انتقع محدش هو نار، يعني هو يعني هو سخن يعني بس ما ينفعش ان انا اسيب الدنيا تبرد عشان انا هيتراكم جوايا وهو هيتراكم جوايا يبقى انت مهمله. تقصدي يعني ان هي يعني تقصدي ترد في نفس اللحظه وتخرج فيها خطيبك؟ بس ماما متضايقه سوري معلش بس دي نقطه فعلا. اتفضلي خد راحتك اتفضلي. ماما زعلانه مثلا خطيبي زعلان وانا زعلانه ان هما الاثنين فاحنا الثلاثه زعلانين لازم انا اوصل المثلث ده اخليه يبقى متصل مش هخلي كل واحد في اتجاهه في نفس اللحظه ولا تستنى من ده في نفس اللحظه بس اقعد مع نفسي اقعد مع نفسي اشوف اسمع من ده واسمع من ده وانا احكم الدنيا. لا صباح بس اتكلمي انت شويه على اساس ان البعض يهدي شويه او احتمال يشتكي لي ولا يشتكي لي. لا هو ساعتها انا سمعت ماما كانت متضايقه ومش علينا وما حملتش كلام نفس اللحظه. نسمع بعض عشان هتلاقوا ده بعد الجواز. خدوا خبرات يا جماعه هتلاقوا بعد الجواز. اتفضلي. انا تواجهت مشهوره يعني انا برد عليها بس نفس الوقت مش لان انا لما اتكلم هو مبين فهمت ان هي بتسمع فيني وده قبل ان انا متاكد لكن قدام هي هتشيك وهو هيجي عليها. اشكرك يا زينب اكلم حضرتك. كلكم قلتوا ولد نفس رايي ما اختلافات بسيطه جدا. اتفضل. انا ما ينفعش حتى لو انا ما اعرفش برضه ما احترمش كامل مش هقول كده لماما انا لازم اخد ده على جنب وده على جنب بعد ما ينفعش طبعا. اتفضل اشكرك يا مريم. بس هي المفروض هي اللي تواجه مامتها. أيوة. لسببين يعني. أيوة. اولا هي هتزيد النظر قوي هتخليني انا مش هقدر اتكلم وهسامح تهديك انت على الاقل الموقف الايجابي بتاعها بالظبط. أيوة. لان يعني هي اصلا دفعت وطبعا دي تمام كويسه. اشكرك كمان النقطه الثانيه هتخليني ان انا اقدر اسامح. ثانيا هي مع مامتها او مع اهلها هيبقى الموضوع هيعرفوا صف امورهم مع بعض يعني هم هيتقبلوا الكلام اللي بعده لان انا متضايق او ممكن ازعل. مظبوط الكلام ده. اشكركم جدا. ده بالظبط كده كلام انا ناسي نسيت اسمك انا سيمون. كلام سيمون ان هي تقول في نفس اللحظه ده يتوقف على شخصيه ماما والخطيب بس على حسب المشكله. بالظبط على حسب المشكله وعلى حسب الشخصيات. في شخصيه لو جيت تواجهها في نفس اللحظه تشعل زياده. فالاصح زي ما قال الشباب نستنى الطرفين يهدوا وهي اللي تواجه ماما وما يبقاش هو قاعد. ايوه صح جدا. بس لازم تقفوا على حاجات تافهه ويعملوها حاجه فكره لازم تقفي عندها وتعملي مش نفس ممكن مش نفس اللحظه. ليه بقى؟ اول حاجه منع التفاصيل. لإن ماما لما يجي الخطيب يواجهها لو هو يواجهها بنفسه أو لو اتواجهت في نفس اللحظة احتمال المشكلة اللي كان عليها الكلاش قد كده مع الواجهة تبقى قد كده. يحصل تصعيد المشكلة بدل ما هو جايين نهد الدنيا المشكلة تزيد. بدل ما هي جاي يعاتبها فتروح قال له كلمة صعبة فيروح شايط فيها فيروح خلصوا في بعض. أبسط حاجة هتقول له إيه؟ مالكش بنات عندنا. على طول كده. ده في الخطوبة بقى. في الخطوبة وبعد الجواز برضه يعني الله أعلم يعني دور علينا يعني. دي حاجة. الحاجة المهمة التانية رسالة للأهل إن كرامة شريك حياتي ودي تبقى بعد الجواز أكتر من كرامتي. أوعوا تفتكروا إن أنت لما تسيب شريك حياتك يتهان من أهلك هينساهالك.
اوعى تفتكر كده، واوعى تفتكر ان لو سبت مراتك تتهان من اهلك هتنساها لك اطلاقا، لان الطرف الاخر بيتهان، الطرف الاخر بيتجرح. لازم ابقى عارف كويس جدا اصلا بعد الجواز من كرامه شريك حياتي من كرامتي، ما اسمحش لاهلي باحترامي الكامل لاهلي، اهلي فوق راسي من فوق، لكن ما اسمحلهمش يجيبوا شريك حياتي، ما اسمحلهمش، لان انا لو سمحت يهينوه مره هيعملوا اشتغاله فعلا. انا شفت حالات كده، انا شفت حالات كده، الزوجه يعني سابت مامتها تهين شريك حياتها مره، بل بالعكس الزوجه للاسف اشتركت مع مامتها في التريقه على جوزها. شفت الموقف ده؟ بقت الام دي اشتغلتها خطيب جوز بنتها في كل موقف، اي موقف، جد مش جد، تهريج مش تهريج، شغل مش اي حاجه، عملت اشتغلتها في التريقه عليه. فكركم ده مشاعره ناحيه مراته حلو؟ حاسس جرح، حاسس باهانه. الشخص ده لو جات له فرصه يدوس على اهل مراته هيدوس عليه. فاهمين الفكره؟ فخليكم حريصين جدا في النقطه دي. هي تواجه بس بكل حب واحترام. يعني ما تجيش على مامتها تهزقها، لا طبعا مرفوض. ما تجيش ان تجرحها، لا خالص. يعني احنا بنعاتب بكل حب، يا ماما معلش انا ليه اعتاب عليك عشان الموقف ده زعل خطيبي او زعل جوزي، وانا يعني الموضوع ده جرحني انا شخصيا. فتوصل رساله للام ان ده بيزعل بنتي او ده بيزعل ابني، فالمره اللي بعدها قبل ما تيجي تهين الطرف ده تبقى عامله حساب مين؟ اللي خصها، لانها هتزعل. لكن لو حاسه ان بنتها مش فارقه معاها او هي عادي الموضوع عادي جدا، ما العادي. نعم؟ هي ممنوع منه من الاول. بس ده سالت عليه ماما، اتفضل يا ماما. هو هي لو بلغت الحوار ده وقعدت تتكلم مره اثنين وثلاثه واستمرت الاهانات، عايزاه يكون هو موقفه ايه؟ موقفه في الحاله دي الحقيقه يعني لو استمرت الحمى، وخاصه بعد الجواز، لو استمرت الحمى، بيقول مالتي كلام مهم، لو مراته بلغت مامتها كذا مره ان ده بيضايق جوزها وهي متضايقه ليه، ومع ذلك الام استمرت في اهانته، صح كده؟ يعمل ايه؟ يعمل حدود. ايوه عنده حق. طبعا. طبعا. يعمل حدود بس مش قطيع. بس مش قطيع. هو يبعد نفسه. مش قطيع. اتفضلي يا خالد. هي ليه شخصية الأم؟ في شخصيات كده. في شخصيات صعبة. في شخصيات صعبة حتى البنت ما بتقدرش عليها. في شخصيات صعبة، بصوا لازم نعترف على فكرة طول ما احنا بنتعامل مع حموانا في شخصيات صعبة، هو وقتكم ضيق للأسف مش هعرف أديكم أنواع الحموات. كان نفسي أديها لكم تفاصيل دي أنواع؟ طبعا عندك ست أنواع بالعالم. أوكي هحاول يعني اوكي. فعشان كده لو استمر نعمل حدود في الحاله دي، انه في شخصيات صعبه مهما كان، يعني هي لو لقت البنت بتكلمها كل شويه هتقلب عليها وعلى جوزها. فاهمين الفكره؟ يعني سوريا بتتحط هي وجوزها كده في باكج وهم الاثنين يتهزقوا. ما انا مالهاش علاقه. لا مالهاش علاقه بس دي حاجات قليله طبعا. بس يا دكتور انا عايز اسالك ايه؟ هو ايه اهانه لفظي؟ قللت من قيمته، اتريقت عليه، ما ادتلوش احترامه، كسرت حبته قدامه. اختلاف الراي مش مشكله. لو اختلف معاكي في الراي بس بكل احترام مش مشكله. يعني انت لو ليكي وجهه نظر وانا ليا وجهه نظر بس من غير ما اجرحك، المانع في كده. مش بيتخانقوا على لون الغسالة مثلا، لون السيراميك ولا حاجه يعني. ستي يبقى نرجع بعد النقطه الاولانيه، المثال احنا كنا قلناه، يبقى هي اللي عايزه تحبب حمامها. هو لازم يحب حمامها. طبعا مش كلام. بنكسر كل ده. حتى بتقبل الراي الاخر حتى لو بتسأل. انا ليه بقول يا سيمون من البدايه ان انا كل ما بقرب اهلي مع اهله كل ما بينعكس عليكم انتوا، معروفه. يبقى دي وظيفتنا احنا. طبعا دوركم في المرحله دي يعني من الخطوبه لبدايه الجواز تقربوا بين الاهلين، ده ليه صالحكم انتوا الحقيقه. يعني كل ما تقربوا الاربعه اللي فوق دول كل ما ينعكس ايجابي عليكم، كل ما اللي فوق مش عاليين كل ما ينعكس سلبي عليكم. انتوا مفيهاش كلام. يعني بعد الجواز تلاقي مثلا واحد راح يزور مامته، لو مامته دي قرشه من حياتك شويه
وقلب عليكي حبه انت فين دي؟ شايف زوجتك معاه وشايف مرات اخوك بتعمل ايه وشقيتها زي الفل اجي عندك مش عارفه ايه كلام كده من تحت لتحت. تبص تلاقي هو راجع بيته سخنان ومشعلل وهي قالت لهش كلمه عليك مباشره. خلي بالك يعني هي ما قالتلوش فلانه وحشه خالص خالص، بس قالت له رسايل كده من تحت الترابيزه زي ما بيقولوا اللي هي بايه يشعلل. عشان كده بنقول كل ما اكسب اللي فوق كل ما ينعكس اللي فوق. كان رسالة فوق كده. ممكن اقول مثال تاني؟ اتفضل. انا حصلت معايا الموقف ده، بس انا حولت الموضوع ده لايه؟ خطيبي كان جاي متضايق وعرفت مين السبب. رحت انا عارفه من السرنجه مصيت مصيت كل بقى الشواير وكل الطينه وكل الخناقات وكل حاجه. صفيت الجو ده. صفيت انا مش صفيت الجو اه. خليت انا معايا المايه دي. برافو عليك. سمعت. صح كلامك صح. المايه لما هدي وفش بدينا نتكلم بقى. فش لبيتي تحتي فش شكلك لبيتي فش كده. لا انت عملت واحد اثنين وثلاثه. طب ايه السبب؟ هو الواحد هو بدينا نتكلم بعد ما هدي. اشكرك جدا يا سمو. النقطة الثامنة اللي حطها في اعتبار علشان تبقى حياته مستقرة ومستقلة، ما يقاسش من اصلاح العلاقة مع اهلي. في تطشات بينا وفي كلاشات كتير حصلت من الخطوبة وبداية الجواز. احتمال نتجوز ونلاقي زعلانين مننا، بعيدين عننا، مش عارفين حاجات زي كده. واحتمال توصل درجة القطيع ما يجوش يزورونا. وارد بنشوف حالات زي كده. اسيب العلاقة واقفة وهم غلطوا فينا وحماي زعق لي وحماتي زعقت لي وحصل كلاشات احنا بنفرش في الشقه واحنا بنجهز والاخره. اقول خلاص في واحد كده ولا استنى لازم يجوا يعتذروا لي؟ ايه رايكم؟ صالح العلاقات ازاي؟ مين اللي يعتذر؟ او مين اللي يبادر باصلاح العلاقه بمعنى اصح؟ اكيد الصغير. اشكرك ايه؟ الصغير. ايوه المحبه انا عشان انا اكسب اللي قدامي. ايوه الصغير هو اللي بادر حتى لو الكبار غلطانين. في حاجه على المنهج الكتاب المقدس بيقول لنا ايه؟ في حاجه اسمها الاعتذار وفي حاجه اسمها ايه؟ العتاب. مش كده؟ مش قال لك لو حد زعلك راحتكم بينك وبين انت حماك وحماتك او باباك ومامتك ايا كان الطرف اللي مزعلك، خد شريكه حياتك وروح عاتب. احتمال في البدايه يعملكم معامله وحشه، واحتمال يقفلوا الباب في الشغل، واحتمال ما يردوش على التليفون، واحتمال يعملوا حاجات لا تتوقعوها. على فكره في البدايه كده نيأس بعض الاحيان. هنا في حالات شفناها كده بصراحه، في حالات شفناها كده الحقيقه. يعني كانت يعني في الاول نعمل ايه؟ بعد كده بعد كده ترد على التليفون بعد كده هي اللي بقت. مش بس كده العلاقه ترجع احسن الاول، بس ايه؟ ما نيأسش، نداوم. في النهايه دول بابا وماما مشاعرهم مشاعر الابوه والامومه بتظهر. يعني حتى لو كانوا زعلانين، حتى لو كانوا متحمسين مننا، حتى لو كانوا اتجرحوا، حتى لو كانوا هم جرحونا ايا كان من غير حق مين، انا بمحاولتي كالابن والابنه مع الوقت هم بيصفوا تماما وبترجع العلاقه زي الاول. لازم تحرصوا. مش انت تحاول مره واتنين وتقول لي خلاص بعمل لهم ايه؟ انا مش هروح لهم تاني، انا مش هتصل تاني، لا لا خالص. تحاول مره واتنين ثلاثه لحد ما الامور تصفى تماما. اكرام الاهل امر ضروري، هنتكلم عليه بالتفصيل بعد لحظات. اكرام الحموان امر ضروري كمان بالوصيه برضه، يعني احنا عندنا اكرم اباك وامك دي وصيه. كنت مره بسجل في غابي فالمذيعه قالت لي طب الوصيه اكرام الاب والام موجوده في الكتاب المقدس، بس الكتاب المقدس ما قاليش اكرم حموات بصراحه. فايه رايكم؟ اشكرك جدا. احنا قلنا الزواج المسيحي زواج الايه؟ الجسد الواحد. زواج انها بابايا ومامتي هيصبحوا باباك ومامته بعد الجواز ان اصبحنا جسد واحد. فاكرام الحموان امر ضروري ايوه، زي بالظبط زي اكرام الاب والام. هنتكلم على ازاي اكسب قلب حموي بعد شويه. الوصيه الالهيه قالت لي اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض. خروج 20 12. خروج كام؟ 20 12. احفظ الشواهد. فيها سؤال. حلو ما بغششك اهو. هو في امتحان؟ هو نظام الامتحان ام سي وجايبها لكم كله ام سي اختيار يعني. طيب ازاي اترك اهلي؟ ازاي اترك اهلي؟ وازاي اعمل توازن في اكرامهم؟ يعني عايز اتركهم واكرمهم، طب ازاي؟ تعالوا نشوف.
اكرام الاهل اول حاجه ما نهملش مشاعرهم. بص يا شباب بالذات الناس اللي قربت على الجواز اللي خلاص حددوا الاثنين، ولما يبقى البنت الاخيره او الوحيده او الابن الوحيد او الاخير في البيت هتجوز، بتبقى مشاعر الاهل مشاعر صعبه جدا 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 قولوا جدا للاهل الى اقصى درجه تتخيلوها. ليه؟ هي متعودين بابا وماما شايفينك بتصحيك الصبح، بتصحيك الصبح بتروحي شغلك، بترجعي من شغلك تتغدي شويه، تصحي تنزلوا مع بعض تتمشوا تشتروا حاجات تتفسحوا تاكلوا ايس كريم ترجعوا. عارفه طالما تحدد الاكليل قدامنا 20 يوم مثلا، قدامنا شهر، قدامنا شهرين، عارفه ان قدامنا الوقت ده وكل ده هيحصل له ايه؟ يقف. هتبقى هي في بيت جوزها وهو في بيت يعني في بيته ومع مراته. فكل واحد بيحسب كام يوم باقي، الخطيبين بيحسبوا كام يوم باقي يا حبيبي عشان نبقى مع بعض. سعدة حقكم لعدوا الايام عشان تبقوا مع بعض. بس الاهل بيعدوا برضو كام يوم باقي ان ابني او بنتي هيسيب البيت. ان اوضته هتفضل. ان سريرها هيفضل، ان مش هتتغدى معايا، ان مش هصحيها الصبح. انا بقول لكم كده عشان ما تاخدوا بالكم مشاعر اهلكم. كان معايا بنوته قالت لي بصي انا قلقانه جدا، قلت لها ليه؟ قالت لي حماتي بتتصل بينا انا وخطيب احنا بره بنشتري حاجات وكده ومعدل كل 10 دقائق. وعاملين ايه؟ واخباركم ايه؟ وانتوا فين دلوقتي؟ قدامكم قد ايه وترجعوا؟ طب تتغدوا ايه؟ طب كده. فقالت لي انا قلقانه جدا تكون هي بتتدخل في حياتنا. قلت لها طب انت مخطوبه ليك قد ايه؟ قالت لي ليه سنه وشهرين. قلت لها طيب خلال السنه وشهرين كانت بتعمل كده؟ قالت لي لا. قلت لها طب باقي على اكليلك قد ايه؟ قالت لي 15 يوم. قلت لها خطيبك ايه علاقته بمامته؟ قالت لي حنين جدا لاقصى درجه تتخيليه. قلت لها ده التفسير بتاع مامته؟ ابنها الحنين جدا ده بعد 15 يوم هيبقاش في البيت معاه. فهي مشاعر صعبه جدا فبتتصل بيكم عارف حاجه تلقائيه يعني عارف زي حد خلاص هيسيب البيت. فهي عشان كده احنا ما نتضايقش نقعدش نقول يا ماما كل شويه تتصلي بطلت اتصالات. لا ناخد بالنا هم متالمين لازم اراعي دي. تبتدي مشاعر الاهل في بدايه الجواز عشان كده بتصل بهم كتير جدا بس ما بينش هناك. لان بعض الاحيان بسبب مشاعر الاهل اللي انا حاسه انهم متالمين تقول ايه طب ما تيجي نبات النهارده عندهم عشان ماما زعلانه. ماما لو انا عودتها ابات عندها سواء مامتك او مامته هيبقى ده النورمال. لو جيتوا تقطعوا الموضوع ده يبتدي حاجه نورمال. عشان كده من البدايه بعودهم ان انا ليا بيتي روحي وسلمي واسهري ممكن تتعشي واعملي كل حاجه بس لازم اخر اليوم في بيتك. اخر اليوم في بيتك. عشان توصل المسج لبابا وماما ان احنا لينا بيت مستقل عنكم، بيت جديد اتبنى وليه حق علينا ان احنا لينا بيتنا في الاخر. نيجي نسلم عليكم اوكي، نيجي نتغدى معاكم مش مانع، كل ده هنعمله ولكن في النهايه انا ليا بيت. النقطه الثانيه علشان اكرم اهلي اعبر ليهم عن شكري وعرفاني. اهلي تعبوا فيا لازم بعرف كده كويس. ما بعض الحين نسمع بعض الشباب يقول لك ايه؟ هم عملوا ايه يعني؟ ما كل الاهل بيعملوا كده، طب بس هم تعبوا. لازم ابقى عارفه ان اهلي تعبوا فيا وربوني وكبروني وبذلوا كل شيء. كلنا بنعرف قيمه اللي عملوه الاهل لما احنا نجيب ولاد. ونتعب مع الولاد نبتدي نقول ايه؟ ياه اهلي تعبوا فيا كده قد ما تعبوا في اولادي؟ اه بس ما كناش حاسين بيها وقتها. عشان كده بقول لكم الاهل تعبوا. بعض الاحيان بتجي لي حالات مشهوره الامهات تقول لي ايه؟ صدقيني يا دكتور مش عايزه منهم حاجه غير بس يرفعوا سماعه التليفون يقولوا لنا زيهم. مش عايزه حاجه. انا مش عايزاها تيجي تجيب لي حاجات ولا هو يجيب لي حاجات ولا يديني فلوس ولا يزورني يعني يعطل نفسه بس شخص يساله يقولوا ان احنا هنا ان احنا يعني ميرسي شكرا ليكم على تعبكم معانا. معلش بقول لكم حاجات بنشوفها في المشهوره ان احنا المحاضره دي بنديها في ارض الجولف مع الاهل. يعني بتبقى الشباب مع اهلهم مش ولدان الشباب لوحدها. فبنسمع الحقيقه بعد المحاضره بتجي لي حالات مشهوره فظيعه حقيقه يعني. تقول لي يعني في بتبقى متجوزه اولاد قبل بنتها دي او ابن قبل الولد ده حاجات من هذا القبيل يعني. فتقول لي ببقى نفسي فعلا اللحظه
لازم سمعت التليفون ولاقي ابني بيطمن عليا او بنتي بتقول لي ازيك يا ماما او انت مش عايزه حاجه او ان انا حاسه بيك ان انا ما بعدتش ان مش صفحه اتقلبت الاهل. عشان كده بنعبر ليهم عن شكرنا ميرسي ليكم بمكالمه بزياره مهمه جدا اطول الشغل اطول الحياه واطول الضغوط استقطعوا وقت ولو صغير لاهلكم لو سمحت. اهلي محتاجين رعايه صحيه ارعاهم ولا لا؟ ارعاهم ده التزام ودي مسؤوليه بس بشرط الشخص اللي يرعى اهله صحيا ما يقصرش لا يقصر ولا يتاثر بيته بالسلب النقطه دي. يعني كان زوج قال لي حماتي تعبت فقلت لمراتي لا روحي ارعيها طبعا وخلي بالك منها وشوفي طلباتها وكده. قال لي فبقت مراتي شبه مقيمه هناك. قال لي احنا بقينا لما في البيت مش نظيف والولاد مش عارفين حد يهتم بيهم والاكل بناكل تقريبا كله دليفري والدنيا صعبه لدرجه ان بيتني خليتني انا ندمت قلت لها اهتم بمامتي عشان ما عرفتش تعمل ايه؟ توازن بين اهتمامها بمامتها واهتمامها ببيتها. فارعى اهلي طبعا اخد بالي طبعا ولكن من غير ما ياثر على بيت وولاد. ابقى عارفه ان هم برضه عندي مسؤوليه ثانيه فاعمل احاول بقدر الامكان اعمل هذا التوازن. اهلي كبروا واتحلوا على المعاش والانكم بتاعهم قل وفي امراض وفي ادويه وفي حاجات زي كده ارعاهم ماديا ولا ما ارعاهمش؟ طب محتاجين ارعاهم بس بشرطين زي ما انا كاتبه بما يتناسب مع الدخل بتاعي وبمعرفه شريك حياتي. كان معانا حاجات مشهوره في كانوا اتنين كابل يعني مخطوبين في دوره من دورات البيت عندنا ولما ادينا المحاضره دي البنت قالت لخطيبها خلي بالك هي بنت وحيده مش معاها اخوات ولاد ولا بنات والوالد متنيح والام اللي عايشه وبس بتحتاج علاج كتير وحاجات زي كده. فقالت له انا هستمر بعد الجواز اساعد ماما لان هي يعني طبعا لها ادويه كتير والمعاش صغير مش مكافئ وحاجات زي كده. فقال لها لا. الانكم بتاع البنت ده كان كويس جدا كانت بتشتغل في مكان حلو والدخل بتاعها كان بيتعدى من كام سنه حوالي 10,000 جنيه يعني. لا لا هي تعيش وتأقلم نفسها على المعاش بتاع باباكي. قال له طب انا كان ممكن ما اقولكش واساعدها من وراك يعني. قال لها لا انا كنت عامل حساب مشترك ليا وليكي تحولي مرتبك اوتوماتيك لعليه عشان لو استقطعتي منه اي شيء يظهر. البنات يعملوا ايه؟ البنت كانت بتحبه جدا على فكره. لا. بس راح قال على الدبل اللي بس عارفين احنا شكرنا لمين في الموقف ده؟ شكرناها هي ولا هو؟ هو بالظبط هي صرفت صح لفسخي واحنا شكرناه هو على صراحته. ان هو يعمل فيها كده زي ما لان عارف كان ممكن اقول لها ايه؟ وماله؟ ده مامتي ده نصرف عليها من جيبي مش كان ممكن اقول لها كده؟ وبعد الجواز اقول لها الكلام ده؟ نعم؟ اه طبعا مش كلام مش كلام هي ما كملتش بس هو كان صريح شكرناه على صراحته لان اداها الفرصه ان تاخد القرار تكمل ولا ما تكملش ولا ازاي قبل الجواز بتشيله في حاجه ماديه تخصها في الجواز؟ هل ده صح ان هي قبل الجواز؟ اه هي لما سمعت هذا الكلام طبعا لان هي لما كانتش قبل الجواز انا مخطوبه فانا هساعد اهلي في حاجه بمرتبي هل ده شرط ان انا اقول لخطيبي؟ مش احسن مش احسن عشان زي ما بقول كده هو قال لها انا هعمل حساب مشترك تحولي مرتبك عليه ومش هتساعديه مش هسمح لك تاخدي منه. لو ما كانتش قايله او ما كانتش اتناقشت في الموضوع ده كانت هتعرف منين انه هيعمل كده. نعم؟ كانت بتتفاجئ بعد الجواز بالظبط كده. على فكره يا شباب انتوا في الخطوبه حطوا دستور حياتكم كله بالمناسبه طبعا لازم تتناقشوا في كل حاجه ما تاجلوش حاجه بعد الجواز. يعني مثلا واحده مش بتحب الهبله خالص مثلا ما تاجلش الموضوع بعد الجواز وتفاجئ ان هو جه بعد الجواز قدم هجره وهي مش عايزه تسافر وعايزه تسافر. لقينا مشكلات كده كتير هو عايز يسافر وهي رافضه السفر تماما. طب ما تناقشتوش في ده في الخطوبه؟ لا ما جاش في بالنا. طب ليه ما جاش في بالنا؟ وهكذا. عشان كده بنقول نتناقش في كل حاجه احنا في الخطوبه بنحط دستور حياتنا الزوجيه هنعمل ايه في اللي جاي؟ عندنا مشكله هنحلها ازاي؟ عندنا قرار هجره هل انت عايزه تهاجر ولا لا؟ انت عايز ولا لا؟
حتى الاولاد هنجيب كم ولد؟ اثنين ثلاثة واحد، كل واحد يغرب تاني عشان يحط تصور لشريك حياته. ما فاجئش بعد الجواز كده، بس انت ما قلتليش. هقول لها ما انت ما سالتيش، ده السؤال على طول يتقال، انت ما قلتليش كده. هقول لها ما انت ما سالتنيش على كده، لو كنت سالتيني كنت جاوبتك. عشان كده كل حاجه بنتناقش فيها من دلوقتي. يروح اتنين يزور اللي هو روح يزور مامته مثلا، فتقول له ايه اخبارك حبيبي عامل ايه؟ كل حاجه نصيب يا ماما، كل حاجه نصيب يا ماما دي. فتقول له ايه؟ على طول. ده معناها ان انت ايه بقى يعني مرار، وتقعد تسمعك بقى كلمتين كده يعني. هي نسيت نفسها، ده قعدت تجري ورا خمس سنين. وهلما جرب تبتدي حاجه زي كده، حافظ على سلامه العلاقه بين اهلك وشريك حياتك. ماما قالت كلمه على شريك حياتك، ما تاخدهاش وترد لها على راي ماما قالت كذا كذا، لا مش داعي. ما تبقاش مامتك قالت حاجه على شريك حياتك تقول لها اه ده ماما على رايها، كنتني فين ولا انت عملت؟ لا 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 لا، كل الكلام ده غلط. احافظ على سلامه العلاقه بين شريك حياتي واهلي، عشان ده مهم جدا. بل بالعكس اطمن اهلي على حسن اختياري. شريك حياتي اكيد في حاجه حلوه، شريكه حياتي اكيد فيها حاجه حلوه. اهلي لما يسالوني عليه او عليها اطلع الحاجه الحلوه دي علشان اطمنهم على حسن اختياري. قدامنا 10 دقايق هديكم فيهم ازاي نكسب الاهل. هبعت لكم انواع الحموات، هبعتها لكم في الورق. حاضر، هبعتها لكم في الورق، تبعت لكم كل نوع ايه وازاي نعالج الموضوع ده. فالحموات مش هجيب في ورقة؟ الورق هو كل ما لسه محمد هو ده بتاع الورق، ده بتاع الورق. النصائح الذهبية لكسب قلب الحموات. أول حاجة نعتبرهم والدين. كل واحد يتخيل شريك حياته زي ما حضرتك أهلك تابوا فيك وحضرتك أهلك تابوا فيك وبذل مجهود عشان وصلت شاب جميل وشابة جميلة. أهل شريك حياتك تابوا فيه برضه، ما طلعتش شيطاني. مش فجأة داسوا على زرار أون بقى شاب قدامك ولا هي بقت أمورة قدامك. كل واحد تاب في الآخر. فتخيل كده حماي وحماتي زي بابا وماما تعبوا في شريك حياتي زي ما بابايا تعبوا ومامتي تعبوا فيا. النقطة الثانية أسأل بطريقة ودية إيه الحاجة اللي كان شريك حياتي مميز فيها أو يحبها؟ بمعنى لو أنت جيت لحماتي وقلت لها إيه؟ فلان ده هاني ده يا ماما إيه الحاجة كان بيحبها؟ حماتك كده قاعدة ايه بص بقى يا بنتي، كان لما يصحى الصبح يحب يعمل كذا كذا، ولما يرجع من الشغل بالليل يحب كذا كذا. الحقيقه لما بتيجي تسالي حماتك او انت بتسال حماتك او حماتك عن الاخر اللي هو ابنها او ابنها بنتها او ابنها، انت بتعمل فلاش باك للذكريات اللي مرت خلال رحله التربيه. رحله التربيه دي رحله شاقه بس شيقه. الأم لما بتتسأل عن بنتها وابنها رحلة الحياة كانت ازاي، ما بتفتكرش الشاقة، بتفتكر ايه؟ الشيقة. بترجع بالذكريات الحلوة كلها، ده كانت بتحب كذا، ده كان بيحب كذا، ده كنا نخرج نعمل كذا، ده كنا نروح في عيد كذا، عيد القديس فلان، نزور الكنيسة في الفجان الفلاني، وهكذا. كل ده بيدي مشاعر. عايزين ايه؟ نكسب قلب الحموات. صدقوني الحاجات الصغيرة دي بتنفذ زي السهم لقلب الحمى، وخاصه الام اكتر يمكن من الاب كمان، اللي هي بتبقى قريبه، هي اللي ربت وهي اللي تابت وهي اللي كبرت لحد ما، هي اللي كانت مع الاولاد على طول. فتلاقي حاجه زي كده
بتدي مشاعر إيجابية قوي ويا بختك ويا بختك لما حماتك ترضى عنك. خلي بالك يعني تلطف لك الدنيا جدا حتى لو حماك شديد وحماتك حبتك انسى. عشان كده تخليكوا ايه؟ اذكياء. اديلها صوابعك العشرة. الحاجة التانية في المناسبات خليك وخليك أول من يساعد. يعني أخو شريك حياتك بيتجوز بيخطب أخته بتتخطب أي كان المناسبة. على طول تيجي تقول بص أنا بفضلكم نفسي النهاردة. أنا تحت أمركم. شوف أنا يعني خدت أجازة ومعايا العربية أو مش معايا أي كان. شوف عايزين مني إيه. الحقيقة لما بعمل كده أنا عملت إيه؟ دخلت نفسي في الدايرة بتاعت إيه؟ الأسرة. إن أنا واحد منكم. عشان نرجع للنقطة الأولى إن أنا بشيل تخوف الأهل ربما يكون ده جاي ياخد ابن أو بنتي ويبعد. أنا بقول أنا هنا بعمل إيه؟ بقرب. أنا معاكم، أنا واحد منكم، أنا بساعد معاكم زي ما أنتوا عايزين تحت أمركم. النقطة الثالثة إن أدعوهم خاصة بعد الجواز. طبعاً الكلام ده بعد الجواز. تعالوا رفعوا معانا. تعالوا روحوا معانا فسحة. تعالوا نروح رحلة للدير. تقربوا المسافات. ومن اللي يدعو؟ انت تدعو بابا وماما ولا مراتك اللي تدعوهم؟ بالظبط كده. لان بعض الاحيان لما انت تدعو بابا وماما تقول لك طب مراتك موافقه؟ على طول السؤال ده يطلع. طب مراتك موافقه ان احنا نيجي معاكم؟ طب هو جوزك موافق ان احنا نيجي معاكم؟ لكن لما هو اللي بيدعو حماه وحماتها وهي تدعو حماتها وحماها اوتوماتيكلي يبقى الطرف الاخر موافق. يبقى اذا ابنهم اللي يخصهم موافق. عشان كده ادعوهم كل ده بيديني مشاعر حلوه جدا. لو انت قاعد وسطيهم وابتدوا يتكلموا في حاجه تخصهم كاسره ما تتدخلش غير لو طلب منك طلب الموضوع بعيد عنك. يعني هو بيتناقش مثلا حماتك في حاجه تخص اخته. بنتها يعني. فانت ما تقولش رايك غير لو قالت لك يا فلان ايه رايك في الموضوع ده؟ لكن انت بتيجي تدخل سوري الموضوع ما يخصكش. هو كون ان انت جوز بنتهم وموجود والموضوع طرح قدامك مش من حقك تدخل. الا لو هي كبرت بيك وسالتك او سالتك في الحاله دي اقول لا. عندنا هنا بعض الاحيان بنفتكر لما نروح نشتكي شريك حياتنا او شريكه حياتنا بنتباهى بكده. يعني انا شفت حالات زي كده. تلاقي اللي هو ومراته جايين يزوروا اهلها مثلا ازيكم وعاملين ايه اخباركم؟ لا بنتك عارفه تعمل حاجه، ده مش عارفه تعمل لنا لقمه ناكلها، ده الشقه تقلب تعدل، ده مش عارف ايه. حتى لو على سبيل الهزار. حتى الهزار لما بيزيد بيجرح الاخر. بيخلي الحما تستاء. ليه؟ لان ده بيديها رساله انت سوري يعني ما علمتهاش كويس. ما ربيتيش تمام عشان كده انا جاي اشتكي. فما اروحش اشتكي من شريك حياتي قدام اهله. ما انساش ان دول اهله. ممكن في البدايه ياخدوها بضحك وممكن بتهريب وممكن يجوا عليها لو انت بتشتكي بجد وممكن كل ده، لكن بعد شويه ها ما تزودهاش بقى. ان في النهايه هي ايه؟ بنتهم. مش هتحمله كتير حتى لو كان على سبيل الهزار التقيل شويه. فاكرين فيلم عمر الشريف بتاع اشاعه حب؟ اه فاكرينه طبعا. اللي هي كان مرات عمه حالفه براس ابوها ما اتجوزه بنتها. ليه؟ اللي هو كان معاها خط كده كل ما يقابلها مش عارف يقول لها اصل انت يا مرات عم مش عارف ما يقولهاش كلمه حلوه خالص. فكانت تقول وراس ابويا كذا كذا ما تتجوزها. فحماه عمه ده قال له ايه؟ يعني لطف الامور يعني قول كلمه حلوه يعني امدحها بحاجه كده. فابتدى يحفظ الكلمتين كتبه في ورقه ودخل. نعم؟ بالظبط كده. فدخل كان لها بوكيه ورد ودخل عندها وقال لها ايه ده؟ الشركه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه تسريحه الشعر ده؟ دي فقالت له هي ايه؟ ايه ده حسين؟ ما تكسفنيش بقى. طب خلي الكلمتين الحلوين دول لخطيبتك. الله هو ايه القلب اللي هو بقى مش مصدق؟ ايه القلب الموضوع فيه 80 درجه؟ المدح والكلمه الحلوه. انت ما تتخيلش هو احيانا مطلوب مننا البحث على فكره امينه يعني. شكله كان سنين. الكلمه الحلوه بص مفيش انسان ربنا خلقه نصيب. مفيش انسان ربنا خلقه ما عندوش حاجه حلوه.
حمامي وحماتي لو اوحش ناس في الدنيا اكيد عندهم حاجه حلوه امدحها اركز عليها. حماتي اكلها حلو، يا سلام يا ماما على اكلك الجميل، تسلم ايديكي. ذوقها حلو في اللبس، يا لبسك متناسق جميل. حماك رايه حلو بصراحه يا بابا، انا بشكرك، او يا انكل حسن بتقول له بشكرك جدا على الراي ده، يعني فعلا انا ميرسي استفدت منك جدا. الحاجه الحلوه اعمل عليها فوكس واكبرها. ده احنا بنعمل كده مع اولادنا الصغيرين، لما يبقى مميز ابني في حاجه اكبر في الحاجه دي حتى لو مليانش قوي حاجات تانيه، لان كل ما اقول كده كل ما بدي نفسيه طيبه. الانسان فينا مهما كبر فبيحب الكلمه الحلوه، بيحب التشجيع، بيحب نقول له ميرسي، بنحب نقول له عندك الحته دي مميزه. فما بالك لما يكون حماي وحماتي. خدوا عندكم بقى ارضيه حلوه قوي ومشاعر طيبه جدا جدا. لو شريكة حياتك او شريك حياتك هو اللي بيلبي طلبات اهله في الخطوبه، يعني هو دلوقتي قبل ما يتجوز، يعني هو الابن الوحيد، هو الابن الاخير، يعني ظروف سامحه ان هو اللي بيجيب طلباتهم كل اسبوع مثلا، بيشتري لهم حاجاتهم زي كده، لو سمحت ولو سمحت ما تخلوش يوقف ده. زي ما احنا قلنا في النقط الاولى الاساسيات اللي حطيناهم، الاهل بيبقى جواهم خوف ليكون الاخر جاي ياخد ابنه بنتي. فانا لما اجي ابني بيجيب طلبات اهلي وبيشوف احتياجاتهم ويجي فجاه يقول لها خلي يا ماما بقى البواب يجيب لك الحاجه او شوفي جارتك او الاخر، هنا بتتاكد عنهم ايه؟ التخوف الاولاني. اهلي كنت خايفه منه، حصل كنت خايفه دي تيجي تاخده وخدته، بتاكدي الخوف اللي عندها. عشان كده لو هو بيجيب طلباته بالعكس ساعديه في ده، بالعكس ساعدها في ده، يعني خلي التزامك والتزامك قدام اهلك موجود ويستمر، بس تنظموها. يعني سيب انا بجيب طلبات في كل يوم طلبات، لا خليها مره في الاسبوع، شوف يا ماما طلباتك ايه خلال الاسبوع كله وانا اجيبها لك مره واحده. يبقى هنا بتوصل رساله اخرى ان انا كسبت بنت وكسبت ابن ليا، مش العكس خليته او خدها مني. كون حضرتك جوز البنت او حضرتك مرات الابن موجوده جوه اسره، احتمال تتكشف امامك اسرار للاسره دي اللي انت دخلتيها، اسره حمواكي. كونك موجوده في الوسط ده مش من حقك ومش من حقك تنقل اسرار حمواك خالص، لا لاهلك ولا اصحابك ولا اختك ولا اخوكي ولا مامتك ولا اي حد. قالت لي مره ام، يعني قالت لي كان في مشكله ما مع بنتها مع جوزها، يعني قالت له الموضوع طرح طبعا في قاعده وكان جوز بنتها قاعد. قالت لي بقيت ثاني يوم حماك بنتي ابني بتتصل، حماك بنتي بتقول لي ايه اخبارك عامله ايه ومش عارف ايه، وايه اخبار مشكله فلانة عملت ايه فيها؟ قلت لك اقول مشكله فلانة ايه اعرفها؟ قلت لي قعدت افكر، كان ابنها قاعد إيه اللي هو جوز بنتها. قلت لي فاخدت قرار ان اي مشكله او اي سر او اي شيء يخص اسرتي اتفادى ان اتكلم قدامه. عارفين هو عمل ايه في الحاله دي؟ عمل ايه؟ خرج نفسه من الدايره بتاعت الاسره. بدل ما هو واحد منهم اصبح غريب انه بينقل اخبارهم، بينقل اسرارهم. فما تقولش ان انا وسطهم عادي وحماوايا، لا 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 مش من حقي انقل اسرارهم. الا لو حماتك كلمت مامتك ورغت معاها، هي حره، هي لها الحريه بس تحكي. انت ما لكش الحريه تحكي او انت ما لكش الحريه تنقلي اخبارهم. النقطه الاخيره في كسب قلب الحموان، ما ننساش دية عيد الأسرة وعيد الأم والزيارات بانتظام. والهدية، الهدية بنقدمها احنا الاثنين مع بعض. يعني بعد الجواز مش انا، مش هان هيقدم لحماته، لا، هان وجانيت هيقدموا لحماته، وجانيت وهاني هيقدموا لحماته. واللي تمسك الهدية الطرف الآخر، يعني احنا رايحين جانيت دي هي دي هديتي انا وهاني، وهو يروح لحماته دي هديتي انا وجانيت. فاهمين الفكره؟ وتبقى هديه متساويه. مش اروح اجيب لو هي العلاقه كويسه مع حماتك لها هديه ب100 جنيه واروح اجيب لها هديه ب10 من ماما. لا. عشان الطرف الاخر اللي هو شريك حياتك بقى ما يحسش انه في تمييز، ممكن المامتين مش عارفين. لكن الطرف اللي معاك لو انت جبت لمامتك اكتر من مامتها، الطرف اللي جه ليه اقل بتحس بمشاعر اهانه، ليه؟ هو مامتي اقل من مامته؟ عشان كده بنجيب زي بعض بالظبط، مش لازم نفس الهديه لكن نفس القيمه بقدر الامكان. كل ده بيديني
مشاعر طيبه حلوه بتخليني اصل لزواج ناجح. لما اعمل انا الخطوات دي والعلاقه دي مع اهلي مع حماوي اضمن ان انا عملت توازن في علاقتي في علاقتي الخاصه باسرتي المستقله والمستقره، ويبقى في كمان التوازن بين اكرام اهلي واكرام حماوي، اصل الى الزواج الناجح اللي انا بتمناه ليكم كلكم. واستمتعت معكم جدا واشكركم جدا جدا.